يتجه بعض يعني الأمناء العامين ديال الأحزاب أنهم بون شفنا دي ديكلاراسيون يعني الباح على المستوى ديال الأمين العام ديال الحزب. أنا كنقول بأنه الإنسان يبقي شوية ويخلي شوية ديال المستقبل، لأنه هذاك حزب يمكن عندنا معاه مستقبل إن شاء الله يعني في تسيير. احنا مضطرين باش نجاوبوا لانه الميساج. علاش جاوبتوا واخا عاده ما كتبوش جاوبوا؟ ما كانواش نجاوبوا لانه الميساج ما صافتوش للمغرب، صافتو لفرنسا وصافتو للخارج عن طريق الاي اف بي وعن طريق واحد العدد ديال الجرائد، وما بغيناش هذيك ليماج تخرج. اما لو كنت قالها في المغرب ما غاديش نديرها. ما غاديش تجاوبوا مع الاسف. مع الاسف، ولكن هذا لا يعني انه الله يكون في العوان، كل واحد لي سو ستريس وكل واحد كيفاش يعني كيشتغل. ولكن ليسونسييل راه يفو لو بروتيجي، لانه ما خصناش غدا ولا بعد غدا الا كنا جميع والله وعلم اش غادي يخرج من الويت، ما خصناش نشكوا في بعضياتنا، خصنا نخدموا وخصنا نكونوا يعني متماسكين، لان المغاربه كينتظروا الاحسن وبغاو الاحسن. وعلى اي جوابنا ما كان الا باش نعاودوا ننطلقوا من نقطة صفر أخرى إن شاء الله لبداية أحسن مع الأحزاب الأخرى.